السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اليوم تاريخ 18/9/2022. هذا الصنف بدأ ينتشر بالآونة الأخيرة، اللي هو الصنف اللبناني. طبعا حمل طورين، هذا الحمل الثاني إن شاء الله. حجم وشكل وطعم، طبعا صنف كلش قوي، مقاوم للامراض، مقاوم للنيماتودا. هاي كثافة الحمل مالته، ما شاء الله. طبعا صنف يستاهل الاكثار. طبعا هذا الحمل الثاني يستمر الشهر الواحد، نهاية الشهر الواحد. هاي الشجرة بدون تسميد، لا سماد كيميائي ولا عضوي. اذا تشوفون كثافة، بغض النظر عن الاسم، هو أصل الصنف يبقى صنف راقي. طبعا حمل بكثافة، الحمل الأول كان أكثر، بعد جميع الأصناف الحمل الثاني قل حمله، ومع ذلك باقي هو حمل. ان شاء الله، حمل خير من الله، تحياتي.